هو الاول ان انا عيلتي كلها كانت بتلعب فولي، فانا طبعا يعني كنت بروح اتفرج على بابا وهو بيلعب، كان لسه ما بطلش، كان لسه لعيب. وانا كنت صغيره كان عندي تقريبا 7 سنين او اصغر كمان، كنت بروح مع بابا هو بيتمرن وانا اقعد بقى اجري في الملعب وكده. فكان هو وفرقته كانوا بياخدوني يلعبوني بقى، اللي هو بنت صغيره بنت صاحبنا فبنلعبها وكده. بس انا ما اخترتش، هو انا اتولدت في البولي يعني. بس فلعبت سنه مع بابا، هو بابا كان بيلعب في نادي الطيران، وبعديها على طول بعد السنه دي في النادي كابتن ناصر شافني وقال ان هي لازم تيجي الاهلي، هتبقى ليبرو كويسه قوي، لان انا وانا صغيره كنت قصيره قوي يعني. بس فجيت على طول النادي، ما كانش فيه وقتي تحت 8 سنين، كان اصغر حاجه 10 سنين، فقعدت فيها بقى شويه عشان كنت صغيره. بس فضلت بقى العب في الناشئين، اللي هو بلعب في سني واتصعد للاكبر مني. ولحد 2017 كابتن حمدي راح كلمني وقال لي انا محتاجك معايا في الفيرست تيم، عايزك تبقي ليبرو، عشان كنت وانا صغيره كنت ساعات بلعب ضريبه. بس فكانت اول سنه ليا 2017 بالظبط اتصعدت مع الفيرست تيم. الناشئين هو كتير يعني، مش هبقى فاكراهم قوي، بس تقريبا احنا كسبنا 80% من البطولات او اكتر كمان يعني، ممكن يكون خسرنا بس بطولتين ثلاثه. مع الفيرست تيم من اول 2017 اول ما اتصعدت كان اول حاجه الدوري والكاس كسبناهم. بعد كده بطولة عربية كانت مش أحسن حاجة، دي اللي احنا خدنا فيها تاني. كانت بعديها بقى أفريقيا، دي كانت أصعب حاجة بالنسبة لنا، إن احنا خسرنا يعني بطولة وكده. بس الحمد لله عرفنا نعوضها، ودي كانت من أصعب البطولات ليا يعني. وبعدين بقى خدنا الدوري والكاس وكل لحد آخر حاجة كاس السوبر ده. فالحمد لله يعني كانت كلهم، ما كانش أسهل حاجة، بس كانت بالنسبة لي أصعب حاجة أفريقيا طبعا. هي السوبر طبعا لينا كلنا كانت اغلى بطوله يعتبر السنه دي يعني، ومن السنه اللي فاتت واحنا عمالين، اللي هو احنا اول سنه هنلعب كاس سوبر واحنا عايزين نكسب البطوله دي، لان هتبقى طبعا مكتوبه ان اول كاس سوبر يتعمل الاهلي اللي كسبه. بس فكنا الماتشات بالنسبه لنا كنا احنا متوترين، ان هي دي برده بطوله في اول سيزون خالص، احنا لسه ما لعبناش اي حاجه يعني وكده. بس ففضلنا ماشيين نقطه يعني ماتش بماتش لحد ما وصلنا في ماتش سبورتنج، كان ماتش صعب قوي لان سبورتنج فرقه كويسه قوي يعني. بس الماتش ده الحمد لله كسبنا 3-2. الماتش ده لو كانت فلت مننا كانت الموضوع كان هيبقى اصعب بكتير يعني، كان هيدخلنا في الطريق اصعب. بس الحمد لله قدرنا نكسبه، لان بجد احنا كان عندنا روح قتاليه فظيعه ان احنا عايزين نكسب البطوله ديت يعني، الحمد لله. كابتن حمدي لما كلمني كنت انا لسه عندي نهايات اللي هو 18 سنه، كنت متصاعده لهم كمان، كنت انا تحت 16. هو قال لي قبل ماتش الفاينل بتاعي بالظبط، ماتش الفاينل ده اتصبت يعني، انا ما لحقتش افرح، انا ساعتها فرحت قوي. بس تاني يوم ده لما لعبت جالي جزع في الصليبي، فكان بالنسبه لي ان انا اصلا نسيت ان هو كان كلمني ان انا اتصاعد يعني. طبعا ركزت في الاصابه، بس من ساعتها كابتن حمدي كان لا، اللي هو لا انت لازم تتعالجي كويس، واول ما اتصبت على طول خلاني اجيله لان الدكتوره تشوف رجلي ايه اللي حصل وكده. بعدين بقى نسيت، سبت ده كل ده على جنب، وفضلت اعالج في رجلي مثلا شهرين 3 شهور حاجه كده. بس بعديها بقى على طول السيزون الجديد يعني، السيزون ده كان خلص، كان خلاص في اخر الدوري والكاس، واحنا كنا في اخر الناشئين. من السنه اللي بعديها بدات معاه تمارين. طبعا انا كنت عندي رهبه، اللي هو كابتن حمدي بالنسبه لي انا بشوف كابتن حمدي في الصور وفي التمارين، اللي هو لا يعني مدرب كبير قوي، والفرقه كمان يعني كان في ناس كبيره قوي كانت لسه يعني موجوده. بس اول اسبوعين ليا ما كنتش، اللي هو مش عارفه اتاقلم، انا عايزه انزل تاني مع الناشئين، اللي هو انا عايزه ثقتي يعني. بس زي ما قلت لك، بس نهله وقفت معايا قوي، وكل الفرقه بجد، كل الفرقه الكبار وقفوا معايا، اللي هو العبي لعبك، انت كده مش خسرانه حاجه، انت صغيره محدش هيقدر يقول لك حاجه حتى لو ما لعبتيش كويس. وبرده انا لسه فاكره اول ماتش ليا كان معاهم، كان ماتش، بس كان ماتش ودي مع فرقه الطيران. من كتر ما انا كنت خايفه، انا لعبت وحش جدا الماتش دوت، اللي هو انا مش عارفه مين، انا جنبي برده ناس كبيره قوي، فانا مخضوضه، اللي هو شيلوني لحد ما ابقى كويسه. بس من بعديها بقى قعدوا معايا، اللي هو لا ما تخافيش من حاجه، انت بجد كويسه وعندك البوتنشلز ان انت تبقي احسن واحسن. طبعا انا احب اشكرهم قوي، لان جمهور الاهلي ده وقف معايا في حاجات كتيره قوي 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 يعني، مش عارفه اقول ايه اكتر من بجد اوعدكم ان شاء الله البطولات السنه دي هتبقى لينا، وان احنا مش هنزعلكم خالص، وان شاء الله نعمل اكتر حاجه ممكن نعملها. وشكرا ان انتوا دايما سبورت لينا.